إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الآن الجزء الثاني أو الثالث عفوا من سلسلة الصيانة، تغيير بلف نيسان مع موية رديتر أصلي، لكن هذا مركز راح نخفف إن شاء الله موية مقطرة. طبعا عندي هنا 4 لتر إلا ربع، راح نخففها بنفس الكمية، يصير عندي بدل ما هو جالون يصير عندي 2 جالون. وعندي هنا تنظيف دبة الشكمان وتنظيف البوابة حساس الهواء، لأنه برضه من ضمن الأكواد أنه عنده مشكلة في حساس ضغط الثلاجة، حساس الهواء حق الثلاجة، ولكن أنا أجزم أنه تأثر بسبب المشكلة حق تهريب الباكة من الفرامل، لأنه علبة الفرامل هنا فيها تهريب تهرب على علبة على الباكم، ومن الباكم الهواء يسحب عن طريق الثلاجة، وأعتقد أنه تأثرت بسبب الأوساخ. فعندي الآن هنا تنظيف البوابة حساس الهواء، وراح نشيك على حساس ضغط الثلاجة، وزي ما قلنا تغيير بلف مع موية رديتر أصلي مع تخفيف التركيز مع دبة الشكمان. لا تعليق، شوف البوابة طبعا، لاحظوا عندي البوابة حلو. هذا حساس الارماس حق الهواء اللي هو حق قربه. في عندي هنا الثاني حساس حق ضغط الهواء الثلاجه، راح افك الان نشوف شيء من جوا. هذا حساس ضغط الثلاجه اللي هنا، طبعا ما في اوساخ تذكر او يعني تخوف، لكن ممكن يكون اشكاليته برضه هو معطل نفسه شخصيا، او انه في مشكله في الضفيره. على العموم الان انا بسوي تنظيف ونشوف ايش يصير معنا بعد التنظيف. هذا حساس ضغط الثلاجه او هواء الثلاجه، حساس الارماس، حساس قربة الهواء، وهذا عند البوابه بعد التنظيف. بسم الله ما شاء الله. طبعا هذه تحتاج الى يسجلكم كم كذا وقت عشان يروح، لكن انا اهم شيء عندي الان سطح البوابه ما شاء الله تبارك الله رجع كما كان. لا راح نركب، ركبنا حساس ضغط الثلاجه، حساس قربه الهواء، البوابه ايضا مع الفيش. اوكي الهوز حق البلف، راح نفك برضه الهوز اللي هنا عشان عملية التنفيق وتنفيق الموية من داخل السلندرات عن طريق الهوز هذا. هذا الان عند البلف تشعر الموية كانها تجاري كذا وردية أو حمراء بس فاتحة، أو كأنه يزودها موية عادية الله أعلم. هذا عند البلف الآن يعتبر جيد، البلف شكليا جلده كويسة. بعد ما فكينا الباك الغطا وكوع البلوف البلف، عندي الهوز الآن هنا مفكوك، راح أضغط هواء من هنا وأطلع الموية اللي في الرصة عن طريق ضغط الهواء، واللي في الريديتر في أسفل راح أطلع برضه عن طريق ضغط الهواء في المجرى هذا.
هذا الكوع بعد التنظيف، وهذا بلف النيسان. بلف النيسان راح اركبه ان شاء الله على جدة الوكالة على كوع الوكالة. هذا حق النيسان 76 يفتح، وحق الوكالة يفتح 86. الآن نشيل الجلدة حقت الوكالة حقت النيسان ونركب عليها الجلدة حقت الجيم. هذا الآن كوع النيسان أو بلف النيسان راكب على كوع الوكالة على جلدة حق الجيم. سنترنا الجلدة في مكانها السنترة، راح نركب هذا الشكل ولا أحتاج إن شاء الله أي سلكون. ركبنا الكوع بدون أي تعقيد، متركب الكوع لوحده مع البلف بيكون سلس، لكن لما تركب الكوع مع الهوز أحيانا يكون فيها زاوية مايل، ومع التركيب ممكن ينفك معاك الجلدة حقت البلف يصير فيه تهريب. لو ركبنا الكوع مع البلف راح أركب الآن الهوز السفلي الهوز العلوي. ركبنا الهوز الآن بحط الجالون هذا مركز كامل بدون تخفيف، بحط الجالون كامل وبعدين راح أضيف عليها 4 علب داخل المنظومة مقطرة، يصير هو يختلط داخلها، بعدين راح أخفف في الجالون الثاني. طبعاً راح أرقب قربة الهواء، ركبنا قربة الهواء، ركبنا هوز التبخير، تثبيت الهوزات حق الترومبة، قفيز القربة. لا راح نركب الهواء الخارجي. الآن نخش على كنترول المحرك، اختار على الخيار ما قبل الأخير. عندي هنا الخيار الثالث له ضبط عادة البرمجة حقت الدعسة. أوكي، لاحظوا عندي هنا لما أضغط كلمة ريست يجيني هنا كلمة ريست. كذا البرمجة للبوابة برمجت بالكامل. بعد ما سوينا برمجة ومسحنا الأكواد جميعها، راح الآن أشغل السيارة. زي ما كنت سابقا حطيت جالون كامل مركز، وحطيت الآن 4 موية مخفف. هذا الآن كلها فاضية تعب، قصدي مفرغة. عندي الآن هنا القربة فيها في المنتصف، هذا لسه باقي ما قدرت أفتح البلف. أنا أنتظر بس بعدين راح نعطي كمل الباقي، لكن بعد الكمل الباقي راح الآن الجالون هذا عندي السابق اللي فيه الفاضي الآن ذا راح أحط فيه 2 موية مقطر و2 لتر موية مركز. هذا الآن موية مركز قسمتها على 2 جالون في نص، مكتوب هنا نص أو 2 لتر، لاحظ هنا 2 لتر وهنا 2 لتر. الآن راح أزود علبتين مقطر هنا وعلبتين مقطر هنا، يصير عندي الآن 2 جالون مخفف. هذا الآن عندي هنا 2 جالون مركز، مخفف جاهز. طبعا ما شاء الله تبارك الله اكثر من ساعة او قول ساعة وانا اجمع اغراضي والسيارة شغالة. بعد ما شغلنا المكيف عندي هنا حرارة الجير 54، هنا حرارة المحرك 84-83. طبعا لاحظوا هنا حرارة المحرك اقل بشرطة، ايضا عندي هنا حرارة الجير زي ما ذكرتكم انه عشان الجير والشريحة جديدة فيعطي قراءة سالب، ولكن للأسف في الطابلون سالب. لكن عندي هنا ما شاء الله تبارك الله
54. لحظة، غيرت المحرك، تنزل 81 مع الخط، ترجع 83. لاحظ الآن، ما شاء الله تبارك الله.